الوضع اللي هو فيه. أنا متبع في التصاور وذكرتني بحاجة أخرى، باش ناخذ الموضوع من زاوية ثانية باش نجاوبك على السؤال نتاعك واللي طرحته الأخت في أوليس فان. نشوف في التصاور ما لقيتش حتى وزير، وأعتقد أن وزير التجهيز كان معكم هنا في برنامج هنا، ثم حتى وزير من الحكومة في هذه الزيارة، كما كان ثم تمت زيارة خارجية ما كان فيها حتى وزير من الحكومة، وهذا خلل كبير برش، ولكنه خلل مقصود. باجي قايد السبسي تقريبا عمره ما تنقل داخل البلاد في عامين، يعني تقريبا نصف العهدة نتاعو الرئاسية، أول تنقل يعمل داخل البلاد لتحقيق مكاسب سياسية لشخصه وليس للحكومة. كيف الشخصي معناها عنده متامع؟ لا 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 بشوي معناتها ثم صورة يراد ترميمها، رئيس الجمهورية تنقل داخل البلاد في المناطق الصعبة، ذي روى في السياسة مشروع. لكن لو كان هناك رغبة في الإجابة بوضوح على أسئلة المواطنين، أنا متأكد أنه رئيس الجمهورية لم يطالع تقرير أكيد كان موجود عنده من وزارة الصحة حول مطلب المستشفى ذي لا يستطيع أن يقدم الجواب سوى أن يعومها البلاد كلها في أزمة. ذي معروف البلاد كلها في أزمة. دونك أنت شو الهدف من زيارتك إذا كان وزير التجهيز اللي جزء من المشاكل اللي يطرحوا في الناس تخص وزارته هو ما يكونش مع رئيس الجمهورية؟ دونك هنا شو نشوفه أنه رئيس الجمهورية والفريق المحيط به ما زال يتعامل مع الشأن المواطني التنموي الأزمة بتاع البلاد من منطلق مؤسسة رئاسة الجمهورية واسم منطلق الرغبة الحقيقية في إحداث تحول على مستوى المادي. شيء طبيعي يصير الاحتقان وقت اللي الناس تنتظر في إجراءات، رئيس الجمهورية وأعجز واحد على التصريح به الإجراءات هذه، ما عندوش الملفات أو ربما ما طلعهاش أو ربما نساها ونسى التفاصيل. يفترض في الوضعية هذه نحكي برشا لسه نحكي على الوحدة الوطنية، واحد مع حكومتك ساعة قبل كل شيء، تناسق مع حكومتك. اللي نسمع اليوم البارح تصريح اليوسف الشاهد، شو يقول فيه؟ تحدث فيه على الإدارة وما إلى ذلك، قال أنه الإدارة تنتمي لمنظومة قديمة وحاجة كما هيك. هذه ثورة كبيرة برشا. ثورة كبيرة برشا أن يوسف الشاهد يقول الكلام هذايا، لأنه يتفطن للصعوبات اللي تمر بها البلاد منذ الثورة. وكانوا نحكوا على سكم قلوبكم خاطر الوقت اللي ثم ريزيستانس.